ونتحول إلى متحدثة كريمة أخرى وهي السيدة صحر الجبوري مدير مكتب ممثلة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القاهرة. سيدة صحر مساء الخير. مساء النور. الصورة في اليمن تبدو صعبة وأرجو أن تنقلي لنا صورة الأوضاع داخل قطاع غزة وكذلك صورة وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الشتات وفي الأماكن المختلفة في العالم طبعا لأنهم هم من ضمن من تعملون على رعايتهم. شكرا جزيلا. أولا أود أن أعبر عن شرف الكبير الحضور أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأتقدم له شكري الشخصي على دعم للوكالة. أول رئيس مصري يطالب المجتمع الدولي بتمويل الوكالة في خطابه في الجمعية العامة، فلك منا كل التقدير والشكر. أعتقد بعد اللي قلت أستاذ عمرو عن الأوضاع في غزة والفيلم القصير لا يوجد ما يقال أكثر من هذا عن وصف الوضع الإنساني السيء داخل غزة، لكن الوكالة مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق عمليات هي الأردن وسوريا ولبنان وأيضا الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بالإضافة إلى غزة، والأوضاع في جميع هذه المناطق لا تسر حقيقة. فمن الوضع الحرب الطويلة في سوريا إلى الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان إلى عدم الحق في الحركة والعنف المستوطنين والاحتلال في الضفة الغربية وفي تتعدد المآسي التي يعيشها اللاجئين الفلسطينيين. وحتى في الأردن بدت أوضاعهم صعبة في ظل كورونا التي أثرت في ظل الوباء التي زادت حقيقة من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في جميع هذه المناطق حالها حال باقي العالم. نتيجة هذه الضغوط ونتيجة أعداد اللاجئين الفلسطينيين اللي مسجلين لدى الوكالة حاليا يبلغ عددهم 5.8 مليون لاجئ ازداد وزيادة هشاشة أوضاعهم ازدادت احتياجاتهم فزاد اعتمادهم على الوكالة. والوكالة مع الأسف احنا دا تمر بتحديات كبيرة كذا سنة حاليا من 2015 في ضغوط كبيرة على الوكالة منها ضغوط مالية. فقلة الوكالة أنشئت كوكالة مؤقتة حتى توصل إلى حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وبيشمل هذا الحل لحل اللاجئين الفلسطينيين. بعد 72 سنة من العمل لم يتم التوصل إلى هذا الحل، وهذا سبب أنه أصبح في عزوف من المانحين من الجهات المانحة أنه تقدم ما يكفي من أموال بحيث تتمكن الوكالة من أداء عمالها وتقديم الخدمات الإنسانية وحماية الحقوق الفلسطينيين اللاجئين. فبالنتيجة هذا شكل ضغوط عليها في أنه تضطر إلى إعادة النظر في خدماتها. إضافة إلى ذلك الوكالة تتعرض إلى ضغوط سياسية صعبة من جماعات الضغط السياسي الهدف منها إنهاء دور الوكالة تصفيتها وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين. طبعا يمكن هذا يخليني أشيد بالدور اللي تلعب الدولة المصرية في دائما المناصرة الوكالة في شتى المحافل والدفاع عنها. بالنسبة للتحديات المالية هذه الوكالة محتاجة إلى تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به ولا يمكن الوصول إلى ولا يمكنها القدرة على مواصلة عملياتها دون الحصول على هذا التمويل. ويمكن أيضا نعول على الدور المصري في مواصلة تحث المجتمع الدولي على تمويل الوكالة. في الآن مبادرة مصرية تنفذ على الأرض المرحلة الثانية منها لإعادة إعمار القطاع والكثير من المناطق في البنية التحتية وفي الكورنيش الخاص والرصيف البحري، يعني إنجاز التعبير في غزة بيعاد يعني إعمار وتهيئته. هل تري بأن هناك شكل ما مقترح للتعاون ما بين مصر والأونروا والتنسيق على الأرض فيما تحتاجه الوكالة؟ حقيقة جاءت هذه المبادرة كبسيط أمل لمن فقدوا الأمل كلياً. الدور المصري المحوري في أنه وقف الحرب، تثبيت الهدنة، فتح معبر فرح رفح لدخول المساعدات إن شاء الله فرح يعني. يا رب إن شاء الله. على الجميع
لدخول المساعدات الإنسانية والطارئة وعلاج المصابين هذا، بالإضافة إلى دعمها للوكالة. كل هذا أعاد بارق من الأمل للاجئين الفلسطينيين. بالنسبة لإعادة الإعمار، طبعاً إعادة الإعمار فرح الناس اللي هناك، لأن حرك الاقتصاد، دخل أموال وأعطى فرص عمل، فمثل ما قلت بارقة أمل. ومن طبعاً بالإمكان أنه من خلال هذه المبادرة ونستغل وجود فخامة الرئيس، وممكن نطلب من عندهم أنه مثلاً ممكن أن نوسع مدارس الأنروا. عندنا عجز في الفصول، احنا نتيجة عجز التمويل اضطرينا إلى أن نزود عدد الطلاب داخل المدارس فأصبحت كثيفة. فلو أمكن توسيع عدد الفصول داخل هذه المدارس، تعليم مهم بالنسبة للآباء هناك، لأنه هو الأمل الوحيد لهم ضمن الحصار والوباء والحروب، هذا أملهم الوحيد، وأيضا يقي من التطرف، وقوع براثن التطرف. فهذه أحد الأشياء اللي ممكن الحكومة المصرية تقدم لنا إياها. وأيضا ممكن تشغيل اللاجئين الفلسطينيين. نسبة البطالة في قطاع غزة يعني 50%، وبين الشباب 70%. فلو ممكن تيسير تشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مشاريع إعادة الإعمار، ومن خلال الوكالة ممكن احنا يعني نيسر ربط اللاجئين الراغبين في الباحثين عن العمل بكم، فهذا ايضا ممكن شيء ثاني نعمل تقدموا لنا اياه حضرتك. اشكرك شكرا جزيلا السيده صحر الجبوري، مدير مكتب ممثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في القاهره.